مرحبا وبيك اكثر يا عيني. لاباس عليك؟ الحمد لله. شنو تعمل اليوم؟ خليك شو كنت نخدم وني مروح. تخدم وانت مروح؟ شنو تخدم؟ نبيع في الغله، نبيع غله في باب فله. باه. عندك سنين في الخدمه هذه؟ برشا عندي، برشا، يمكن قد عمرك انت. خدمتكم هذه تتطلب برشا انك تتعامل مع المواطن حسب ظروفه هو ولا حسب ظروفك انت؟ لا حسب ظروف المواطن بالطبيعه. المواطن نهار عنده نهار ما عندوش، فهمت؟ وقت تشوف فيها تو الشعب مسكين ماشي تايه، مازال كيخرج من رمضان ومازال كيخرج من العيد وداخل، فهمتي، داخل عليه عيد كبير ومصاريف وما وضو وكره وكروات، حاله مكربه في البلاد. تشوف المواطن ما عادش خلط. شنو خدمت خدمه اخرى؟ انا اصلي نحايسي، اصيل نحايسي تورنير. علاش خليتها تورنير؟ ما عادش فيها، ما عاد سيء تهو. انا تو مازال تو فهمتي مراه باش تزهز لبنتها من نحاس، ما عادش. قبل هذاك امي وامك والنساء الكبار اللي كانوا يزهزوا فهمتي لبناتهم ويزهزوا لاولادهم، تو سيء نحاس ما عادش فيه. حتى زهاز ياخذوا حاجه، كل حاجه منها قطعه، ما عادش ياخذوا بالبرشا. لا 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 لا، الزهاز كيفاش تو ولاو ياخذوا فيه؟ ياخذوا فيه على الواحد على الفيسبوك. ايش بد على الفيسبوك وبرمش ياخذ لك القطعه هذيك ولا يجيبوها له بالتوصيل للدار. برشا مهن اندثرت. كيفاش؟ برشا مهن اندثرت. على الاخر. هاك تشوف حتى من المهنه نتاعنا احنا تو اللي قاعد نخدم فيها هنا خضاره، هاك تشوف فيهم ساكن كيفاش. الناس ولات تاكل في الكركاس، ما عادش اعطيني شويه جناح باش نعمل به شويه شوربه، شويه عناكش باش يطيب. الناس ساكن ما عادش. نحكيو على الكركاس فما حاجه لازمك تعرفها في الاسواق الكل كامل تراب الجمهوريه، خاطر شكون انا هو السوق اللي كان يشمل الكل؟ باب الفل. وقليل وانت تلقى سوق، حتى كان تلقى سوق في بلاصه بعيده، ماهوش كيما باب فله. باب فله معروفه انترناسيونال، راهي تجاهم الكل القطه فتة. تو علاش باب الفله فارغه؟ لحوم الكل فيها مرشيات. باهي الكركاس شوف، كانوا يشريوا فيه قبل القطاس وحشاك للكلاب، ما كانتش العباد تاكل فيه الكركاس. انت نعطيك مثلا الزدر نتاع البقره كانوا يطيشوا فيه. تو شكون يبيعوا فيه الكركاس؟ الاغلبيه اللي ياخذوه لافريك. زدر البقرة فيه كله، كانوا يطيشوا فيه. توا تاخذ فيه لافريك زدر البقرة يطيبوا فيها، يطيبوه لافريك يا اخي، كي ماكلتنا كي ماكلتهم، ماناش كيف. الكركاس ياخذوا فيه لافريك، توا ولاو ياخذوا فيه التوانسة، الجوانح ياخذوا فيها لافريك، ولاو ياخذوا فيها من التوانسة، زدر البقرة. ما فماش فرق، راهو الانسان هو انسان، في افريقيا، في السنغال، في صومالي، في تونس، لكن معناها احنا تونسي ما كانش الكركاس كان يطيشوا معناها. كان يعطي الحيوانات. سامحني، احنا عباد وهم عباد، لكن مانيش كيما ماكلتنا كيما ماكلتهم. تو انت تاكل ماكلتهم امبوسيبل، ما تنجم. انا ريتهم كيفاش يطيبوا حارهم بعد يصبوا عليه الحليب، اش من الماكله هذه يا بنت؟ ياكلوا كلاب؟ اي ريتهم، انا ريتهم في عين زغوان كيفاش يطيبوا، ودخلت لديارهم. احنا قبل الكركاس سامحني ما نساش نخف في النقطه دي، قلت لي حار يطيبوا فيه الحليب. عندنا احنا ماكله تشبه هكا، عندنا الكسكسي الرغيده. هذيك الكسكسي نتاعنا، الكسكسي الرغيف هذيك تطيبوا فهمتي الريف، يطيبوه محليه وما بنوا. انت كي يجيبوا لك شقاله هذيك تاكلوا، اما هم يطيبوا كسكسي الرغيف ما يطيبوش. احنا ماكلتنا عز ماكله في الدنيا، عز ماكله في العالم. كل بلاد تقول احنا ماكلتنا عز ماكله. احنا شوف جاؤونا من العالم الكل وكلاو الماكله التونسيه، يقول لك عز ماكله في العالم. بيتنا سامحني احنا محلنا موضوع الاكلات، ماكلتنا الطلياني ياكلها والفرنساوي ياكلها ولا العالم الكل؟ العالم الكل ياكل ماكل تونس، العالم الكل يجي لتونس اول ما يبدا لك يحب ياكل لك الكفتاجي، يحب ياكل لك الصحن التونسي، يحب ياكل لك اللبلابي، واول ما يقول لك الكسكسي التونسي، فهمني توا. يرحم والديك. تونسي ولا توا ستريسي ياسر ولا الاعصاب ياسر، انت تجي باش تمشي تصور؟ سامحني عايش اختي، انا قاعد نخدم مانيش لاهي نصور، فهمني ولا على حسابه يصور؟ انت ما تصوروش، راك ما تصور فيه وحده يتكلم. توا كيما السيد هذا يقول لك في ثلاثه اربع شقايل كسكسي، بالحق والله عنده راديو حاطه تحت منه يتبع فك البقال الله هاك الموتى باش يمشي للفرق. السيد هذاك اللي وراك صاحبك هذاك فهمني، يقولوا له شروفه يتبع في البقال الله، مغرفه ديما عنده في مكتوبه. والله نحكي معاك بالحق، نفرق صوت نخرجوا من عنده مغرفه ذاك يتبع البقال الله. علاش معنى البقال؟ الناس اللي تموت باش يعملوا لهم فرق، هذاك يبدا يلوج عليهم. يفدلك على صاحبك بالطبيعه باش تونس ما يفهمونيش بالغلط. يفدلك على صاحبه.
فدلك على صاحبه بتبع. خلينا نرجع لموضوعنا احنا. التونسي ديما راهو يرجع ديما التونسي باهي وديما التونسي حنين وديما التونسي راجل سواء امراه ولا راجل، لكن الظروف المعيشه في تونس والستريس اللي يعيش فيه كي تشوف الظروف التونسي كيفاش وكي تشوف البلاد كيفاش هذيك البلاد لاباس راه اليوم البلاد لاباس قاعده تتعافى قاعده تتعافى، لكن التونسي شهريته ما عادش تكفيه مسكين. التونسي يا خوها من هنا شد انت شد انت شد انت ارجع كما كنت. اسمعوا انت كاري انا بوه مانيش كاري ما نكذبش عليك، لكن شوف الكاري مسكين انا مانيش كاري نشوف الشهر طويل. الكاري مسكين تقول جمعه عنده الشهر يقول لك وقتاش الشهر ما يوفاش برك. التونسي سي هذاك هو هذاك حد التونسي هذاك هو حد التونسي. احنا رانا كتوانسه يلزمنا نرحموا بعضنا والله العظيم. الرحمه باهيه. يا بنتي كان ما نرحموش بعضنا راه ما يرحمنا حتى واحد، راه وربي هو اللي يرحم الناس الكل. يلزمنا نرحموا بعضنا. علاش توا فما كلمه ساعات يعديوها في التل يقول لك التونسي للتونسي رحمه. هو صحيح فما التونسي للتونسي رحمه، توا ما عادش التونسي للتونسي رحمه. والله. فما التونسي للتونسي نقمه بارفوا. التونسي للتونسي والله نقمه. ان شاء الله ربي يرحمنا الكل. وكل زاد الناس ولات تخاف من بعضها زادة. ما عادش شوف شوف. ما عادش عندها ثقة في بعضها. الناس ما عادش عندها ثقة في بعضها والعباد ولات تخاف من بعضها والعباد ولات تحتاط بعضها. ما هذاك هو هذاك التونسي مسكين. شكرا لك.